فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بقوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن الرجل في بيته، هل يفهم منه أنه إذا دعي الناس إلى وليمة طعام ثم جاء وقت الصلاة فإنهم لهم أن يصلوا في البيت لأنهم جماعة، أم لا بد من ذهابهم إذا كان ما عندهم مسجد؟ يا أخي إذا كان ما عندهم مسجد يصلون بالبيت، اللي يصلي بهم راعي البيت، راعي البيت هو اللي يصلي، إلا إذا قدم أحدا فله ذلك. نعم، إذا كان ما عندهم مسجد. نعم.